بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. جزاكم الله خيرا على ما أكملتم ووفيتم وبارك الله فيكم. طيب، بعد أن كثر النقد على جماعة السنة المحمدية، فأنتم قلت الألباني قال لن تجد فيها معالم أبدا. طيب، ابن باز قام زكى الجماعة، قال الجماعة الحقة في وسط الفرق الضالة والمتفرقة. وبعدين يعني اسم جماعة السنة ليس حزب، بعدين هو تنظيم كاسم شعار جميع تنظيمية تخدم الكتاب والسنة. بعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة أو أكثر في أحدكم قال فأمروا أحدكم، إذا كانوا ثلاثة يعني أو أكثر في سفر فأمروا أحدكم، يعني اسم الجماعة للتنظيم. والجماعة الرسول قال تنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا ما كان أنا وصحابة الكرام، فهم من هجم الكتاب والسنة. فابن باز والفوزان كل حتى العلماء السودانيين السحيمي قام زكوا الجماعة دي. فانت اذا كان عندك كلام احنا حنعمل مناظره مع الجماعه دي، نجيب لك واحد من الدعاه دي وصار صرنا نعمل مناظره نشوف الحاضر شنو. يعني على استعداد الحلقه الجايه اذا كنت نعمل معهم مناظره الاربعاء ان شاء الله. انت معهم؟ منهم يعني؟ ما معهم خلاص، زيد انا دايره ذات بس الجواب وديك يا اخي. طيب، قال التنظيم والاماره بالجوز، قال لانه الحديث اذا كنتم ثلاثه فأمروا أحدكم. لا أنا جاي إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، هل الحديث كده يا جماعة؟ ولا أنا فطيت لي حاجة؟ فطيت الحاجة اللي أنا فطيتها دي بترد عليك. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، إذا الحديث قال كده يبقى في أمير بحري من أنصار السنة وأمير شنبات وأمير غيره بيجوز إذا كان الحديث كده. لكن الحديث قال إذا كنتم ثلاثة وين؟ في سفر. ليه الرسول قال في سفر؟ معناته ده خاص بشنو؟ بالسفر بس. انتوا ثلاثة ماشيين المعالج، انت ابقى الامير ذاتك. ما فيها مشكلة حلال. لكن هل المسافرين الان طوالي مسافرين من سنة 1917 صرصونا مسافرين؟ الحديث بيتكلم عن السفر خاص. وده ما قاله العلماء كما ذكر الامام النجمي رحمه الله في الفتاوى الجلية. ذكر الكلام ده وغيره. والرسول قال كده، ما بيحتاج اذكر كلام كثير. الرسول قال إذا كنتم ثلاثة في شنو؟ سفر. يبقى زول برا سفر ما في امير ثاني الا بتاع الدوله، البشير وفلان الله يحفظهم ويصلحهم، ده الممكن. لكن جماعه ساكت امير، طيب انا برضه بعمل جماعه لو كان بيجوز يعني. وانا بقول الامير ما انصار السنه، انا امير بحري. مش انصار السنه عندهم امير بحري؟ انا امير بحري ما بتاع انصار السنه. وتاكي يعمل برضه جماعه جناحهم جكو، يبقى امير برضه يشاكلنا الاثنين يطردنا برا. ويجي ذاك جماعة حزب البهجة والمسرة أمير رقم أربعة شكل الثلاثة يرميهم في الخور. حلها بتين، النهاية بتين. شوف، ما في أمير تحت دولة، الدولة هي اللي بتعين، ده الرئيس. بعد ذاك يعين ما شاء فيما لا يخالف الشرع، ذاك وزير ذاك والي ذاك غيره، ما في مشكلة الله يعينهم. لكن جماعة تعمل أمرة وتنظيم ده حرام، ما بجوز، دي بدعة. الحديث بالسفر، فيه سفر. بعد ذاك قال ابن باز زكاهم، ده كان زمان. من باز زكا الورق اللي قدموه له والمنهج اللي قدموه له، اذا طبقوا وصاهم وصايا واحده فيهم حقين الليله ديل، جماعه حقت الليله، واحده في الوصايا دي ما طبقوها، جت خالفوها. بعدين انت قلت داير مناظره معانا، وتاني انا سالتك بعد ما طلعت قلت لي انا ما معاهم. انت شنو يعني؟ عرفت كلامي؟ بعدين انت كونك ما معاهم تتكلم بلسانهم ليه؟ انا والله اكاد اشم رايحتك. خلاص؟ أكاد أشم رايحتك بالحاسة الشمية بتاعت السلفين، أكاد أشم رايحتك. قال نجيب لك الجماعة ديل تناظر، وأنت منو؟ نقدر نعرف أنت منو فوق كده، تجيب ديل وتجيب ديل وتجيب في النص مديدة حارة، أنت تعال ناظر أنت ذاتك. عرفت كلامي؟ هاي ما تكورك من برا، ده ما من أدب المنابر. يا طلبة، هل ده من أدب الطلاب؟ زول يكورك من برا؟ يا أخ والله الكلام ده عيب منك، كبير بيدقنك كمان تكورك من برا؟ ها؟ عرفت كلامي؟ قال اجيبهم لك تناظرهم، يعني جيبهم انت ضامن تجرهم كده من اضانهم تجيبهم يعني؟ زول ضامن 100 100، قال لك بجيبهم لك، بجيبهم لك، قال لك والله يا فوق انت ما شاء الله عليك، الناس ما لي يد ما لي يدك منهم تب، ما دار اناظرهم يا شيخ ولا دار. انا بعرف اناظر من بفضل الله عز وجل، نحن كسلفين بنعرف نناظر من، بنناظرك لما يكون عندك حجم عندك وزن وشغال بتضلل الناس. لكن زول ساكت لا في يجي يقول ناظروني ابينا، ابي يقدر تغشنا انت ابينا، ما درنا ناظرك لانه ما عندك وزن.
ما عندك حجم، لكن زول دايرين يناظر جاكوما كبير بضلل في الناس وبينشر في الشرك وبيضلل في المسلمين وبيحرف في الدين، ده بفضل الله ما بفضلنا. جاهز لو تب ننجم لك نجام، عرفت كلامي؟ فأي بلد هنا جوا التلفزيون، برا التلفزيون، جوا الراديو، في غيره، في الاسكيمو، في استراليا، في السودان، في نجمينا، جاهز لو تب. والواقع يعرف الكلام ده ايش هذا الكلام. لكن دار تيجي تخشني ساي انت ذاتك ما عارف ولا شيء، تقول لي لا انا حجب لك الجماعه ديل، لا انت لا الجماعه كلكم فشله، عرفت؟ وما اي زول بيناظروا ذاته. الائمه والسلف زمان كان بيسووا كده. واحد قال الامام احمد، قال له يا امام دار يناقشه، قال له ولا كلمه، هس ولا كلمه. قال له اقرا عليك ايه، قال له ولا ايه. حديث، قال له ولا حديث. قفل اثنين وقفل الباب في وشه. اي زول لافي في الشارع بيناظروه دار يصر زي ذاك. واحد اسمه زنون، والله ذكرتني، واحد اسمه زنون ده بتاع الشعبيين، دول حلقومه كبير، وزمان كان بيجي بيحاول يخرب لنا منابرنا قبل 15 سنه في النيلين وفي جامعه الخرطوم شارع المين وين داخليه الوسط، ركان بتاع شعبيين. شعبيين طبعا شاتوهم برا، لا لمه في دين لا لمه في دنيا. المهم وشيخهم مات، شيخهم اللي كان بيقولوا قريب قريب داري بقول نبي مات، الله اهلكه. شوف قوه ربنا دي كيف عليك الله. زول قال انا اعلم من محمد صلى الله عليه وسلم لاني اتكلم الفرنسي ومحمد لا يعرف الفرنسي. الله قتله ولا ما قتله؟ قتله، عرفته؟ ربنا قوي عزيز، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، تبارك وتعالى الذي قال وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فده كان من اولاده، كان بيجي بكورك في المنابر برا زي النحل زن بكورك من برا. الليلة قال هو مرشح قال رئاسة الجمهورية ل 2020. اها طيب ما في زول بيعرفه زول ده. تعرف زنون؟ ما في زول بيعرفه، لم يعرفه احد. اها طيب كيف يبقى رئيس جمهورية يترشح وما بيعرفه احد؟ يعني ده الصندوق بعدين بتاع احتمال يكون فاضي، احتمال يكون فيه صرصارة جوا وكدندارة فاضي، عرفته؟ اها يعرفوا الناس كيف؟ قال كتب في صفحته الشخصية، راجعوا في الفيسبوك، زنون قال مرشح رئاسة الجمهورية. ما في زول بيعرفك يا بابا. قال اريد ان اناظر مزم الفقيري او بكر اداب في مناظره علنيه لابينا. دي حمله انتخابيه دي ومناظره علنيه ابينا، وانا اتعب نفسي واشيل كتب وامشي واركب هناك عشان اناظرك ولم يعرفك احد. يا مستهبل يا مجرم، انت ما تجيب السنوسي شنو تجي تناظر انت؟ السنوسي ذاته ممكن يجيب له ولدي صغير. ناس جهله ما يفقه شيء في كتاب الله ولا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تجي تكورك وتعمل تعمل جوطه في المنبر، انت ادب ما عندك، ادب ما عندك. تجي دار تناظر وبركم ما عندك ادب، تجي تناظر كمان بعدين هتكون كيف يعني؟ هتجي بدبابه يا مستهبل. بعد ذاك قال شنو؟ قال برضه العلماء الثانيين زكوهم. العلماء زكوهم لما زمان المنهج كان شنو؟ صحيح، والان لما منهجهم خرب جرحوهم، عشان كده انا قلت الموضوع ده انتهى لانه العلماء انتهوا منه. يعني ما في داعي نتكلم كثير.